برد حتى خاصة تطرى. والله ما كنت اقفك. هادو قال لك نعم سيدي غيديروا تحدي اكل الحلوى في 10 ثواني. يلا إيلام وحسن مسابقة تكون غيشرب مولادة بالزربة. يلا واحد رابا رابا بسم الله. يو السلام عليكم زاز لوس افردوس. كنتمنى تكونوا بخير وناشطين اخوتي كيفما خليتوا عائله العزاوي ناشطين وفرحانين. صراحه دوزنا واحد الازمه اللي صعيبه بزاف من الكبير حتى الصغير في العائله، ولكن بسببكم خرجنا من هذه الازمه. يا ربي تفرحكم، يا ربي يعطيكم كاع داكشي اللي تمنيتوا في الدنيا وينجحكم كيفما كتمنوا لينا النجاح. شكرا بزاف 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 بزاف. باختصار نحيدوا هذه الدراما وهذا الحزن لحوم ورانا ورا ليا شنو غيكون في الفيديو ديال اليوم. غتكون شي حاجه اللي غتفرح ابتسام وتزيد تخرجها من هذه المأساة اللي دازت علينا. اللي كاين هو انه بقى 3 ايام لعيد زواجنا ياك، ولكن انا غندير لها مفاجاه عيد الزواج قبل بثلاث ايام. علاش؟ حيت نهار عيد الزواج غتكون ديجا هي كتسنى شي حاجه، اللهم نغفلها قبل بثلاث ايام. المهم اليوم كونوا على يقين انكم غتشوفوا واحد الفرحه في ابتسام ما عمركم شفتوها. علاش؟ لاني نجيب لها واحد الحاجه من نهار تزوجنا وهي كتقول لي جيبها لي جيبها لي جيبها لي. ما كتبش لخوتي دابا كتب انني نوفر لها ديك الحاجه وغادي نجيبها ليها وغتشوفوا داكشي بعينيكم. ابار الهديه غادي ندوزوا قيد زويون، لان غنوجدوا داكشي اللي غنديروا المفاجاه. كاينه الطورطه، كاين بزاف ديال الحوايج غنزوقوا البيت. المهم كلشي داكشي غتشوفوه ان شاء الله، وغيدوز نهار طوب ان شاء الله يا ربي العالمين. المهم كيف ما العاده الا كانت هذه اول مره تزورنا ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب باش يوصلك الجديد وفعل الجرس، واهم حاجه دعمونا بلايك. ليتس جو نبداو باول حاجه. اول حاجه جيت عندي واحد الدري صاحبي باش نبدل عليا التيشورتات اللي حماضوا في الفيديوهات. المهم نلبس هذا يا ربي يجي معايا باش نبانوا اليوم بحله زوينه وداكشي واناقه. جو اوبا كيف ما كتشوفوا هو بدلنا التيشورت اخيرا، عفا على ابراهيم شرا تيشورت جديد. المهم كيف ما قلت لكم غنوجد مفاجاه، واول حاجه في المفاجاه هي انني غنمشي لواحد المحل كاين في الرمال الذهبيه، هي قيصريه كاينه في مدينه كلميم، عنده واحد لاطابل قالوا لي بلا صالحه لهذه المناسبه اللي بغيت ندير دابا انا. غنمشي نشوفها وقالوا لي راه كيكريها على الله القاب واحد الثمن رخيص ونكريها، وحتى الا كانت غاليه غنكريها ماشي مشكل. اي حاجه في سبيل ان ابتسام تضحك وتدوز وقيت زوين ماشي مشكل. واش كاين يوسف؟ زايا شوف مسكين نوضتو من الناس باش يجي يعاوني في طبيعه الحال ديما حاضر. نشوف فيك شويه فيك. هانتوما لاطابل مع الكراسه ديالها شتوم زوينه، عاطين ديكور زوين. وها هو المحل متجر ام اريش، هاي كتدخلوا مع قصاريه الرمال الذهبيه سولوا عليه غادي شنو يدير السيد. كيعزل الفراشط والمص كيهز وحده بوحده، بغيت نقول له ودي غير هزهم كاملين حيت حنا راه كتب شاد ديكورات واعرين. هادو تا هما كيمشيو مع لاطابل ياك دوك الزيوف او دوك اللعيبات تبارك الله شي زوين. ما عندكش المغرف حيت هادو راه ما كياكلوش بالمعلقه، هادو راه ما كياكلوش بالمعلقه مغرفه. المهم الخوت كيف ما كيقولوا غير ربي والنيه. جيت لهذا المحل هذا اللي صيفطوني ليه مباشره ولقيت بلا مالي المحل ديجا كيتفرجوا في القناه وكيدعمونا، وهذا شرف كبير لينا، شرف ديال بصح اخوتي. قال لك اسيدي لا طابل ما غادي تخلص ليها والو، ديجا هما كيكريوها بواحد الثمن مناسب في المستطاع وفي المتناول، ولكن قال لك حتى داك الثمن ما غاديش تخلصوا، خذها فابور بما انك باغي دير مفاجاه لابتسام. ونزيدكم واحد الحاجه، انا راه شفت المحل ديالو عنده بزاف ديال الحوايج انا ما كانش كيسحاب لي كاع واش كيتباعوا هنا في كلميم، حيت بحال هاد الاكسسوار ما كنلقاوش وعينا ما نقلبوا. المهم الا بغيتو تجيو للمحل مرحبا بكم كاملين. انا راه صورت سينيماتيك باش تدورو فيه كاملو كيف ما خضرت عويناتي، خليكم تنتوما تخضروا عويناتكم. المهم المحل راه كاين بالضبط في قيصريه الرمال الذهبيه، والمحل سميتو متجر اريش. مرحبا بكم كاملين، داكشي الصراحه غيعجبكم بزاف بزاف، واللي ما شرا يتنزل. وقولوا لي راكم جيتو من طرف عائله العزاوي، مرحبا بكم، صحه وراحه مسبقا. المهم المهمه الاولى سالات بنجاح، هي لاطابل كتسنى دابا يوسف شي يجيب هوندا. هنا كاين تباصلوا دوك الاكسسوار اللي غادي نستعملوا في لاطابل، ما دوزناش معاه بزاف حيت دغيا كتمونطا وكديمونطا داكشي بيه فيه. ليتس جو.
دابا غادي نقادو لاطابل عاد غنمشي ونجيبو الكادو ديال ابتسام. ليتس جو يوسف. بغينا نديرو فيها علماء ونقادو لاطابل لراسنا ولكن ما عرفنا منين نبداوها. المهم داكشي ديال الزحط حنا عندنا مع داكشي ديال الزواق نخلي يحتاجو البنات. حنا غنمشيو نجيبو الكادو من قبيله برزتكم بهذا الكادو. الكادو هذا الكادو راه احتمال منين تشوفوه يجيكم شي حاجه عاديه، ولكن كونوا على يقين انه بالنسبه لابتسام شي حاجه اللي مهمه بزاف 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 بزاف، وانتم غتشوفوا رده الفعل ديالها. المهم بغيت نقول لكم بلا هذا الورد عطى لنا واحد السيد كادو قال لك باش تحطوه فلوق على طابلي يجي زوين. شكرا لك اخويا، ربي يحفظك ويخليك. لاز زيد زيد كاين اللي يشوف دابا السطح يقولوا شي خروف هذا ولا شنو. دابا تشوفوا شنو هو اللعيب. اوب اوب ها هي العروسه. هذا هو الكادو ديال ابتسام اللي من نهار تزوجنا وهي كتقول لي جيب لي ماكينه ديال الاوتوماتيك، جيب لي ماكينه. واخا قديمه غنشرح لكم ليستوار ديالها. دابا بطبيعه الحال العيالات هما اللي عارفين بقيمه ماكينه اوتوماتيك. حنا من نهار تزوجنا ما كانش عندنا فلوس باش نشريوها حيت غاليين، كاينين دوك الصغار ولكن دغيا كيمشيو غير على سبه. ودابا الخواد ريا صادف انها هذه ديالها قديمه بغات تبيعها وتشري وحده جديده. قلت لها انا نشدها من عندك باش نعاونك وفي نفس الوقت تشري انت هذيك الجديده. قالت لي لا خذها ما تعطيني والو، ولكن ما يمكنش ضروري خصني نعطيها حيت حتى هي بغات غير تبدل. والله يحسن العون. على اي انا ندي هاد الماكينه وغادي نغلفها كامله بابي كادو باش ابتسام ما تعرف شنو هي في الاول، وغادا نشوفو ملي غتفتحها رده الفعل ديالها. يلا بصحه وراحه مسبقا ابتسام. ها هي صافي هاي يلا بغيتي تهني من الصابونه. هي عندنا وحده شي عام وهي خاسره، ما كتصبر مزيان ما كتشلل مزيان، ولكن ابتسام صابره وقاضيه غرض. دابا جاب الله هاد البركه هادي باش نقضيو غرض. ليتس جو ديروا تحدي شكون يهزها بوحدو. يلا شيقول على فراسكم ثقيله بزاف. يلا الدراري واحد جوج ثلاثه الله يرضى عليكم الله يجازيكم. اه يا ناري تحل الباب عندك 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 الباب باب الباب مسقوط غير يتفلع باقي كاع ما دينا الماكينه بالدار. واش هذه الثلاجه ولا شنو هذه؟ ثقيله تبارك الله ياك. هزوها من التحت من التحت. انا جبتها في اليوم تحل صغيره من التحت. شو شو الميه عندي سير ياك واحد يهز من تحت. راه مشكل راه ماشي بس وكنحاولوا تمانيك ثقيله ثقيله بزاف ديالي. راه تايق فيهم. افاتار اختي. المهم راه قاديه غراض شو كتفتح و تتسدي قبل ما يسهل الله ونشدو شي وحده جديده. ناري هذا الباب ديالها غيتهرس بلاتي نشدو خوتي. انتي سكتي واش حال فيك ديال القر؟ ها هما جاو اللي غيفكوا لنا المشكل. نعم جيبوا لي طونه انا عارفه هاد الطبله غاتجيك نهار عرسك ودي لها ميا. نجيبو لك 10 بحالها سهلة الله يسهل عليكم. دابا اهم حاجه هي انكم تقادوا لنا هادشي راه ما فهمنا فيه والو. صافي لا صافي هادشي ديالكم نتوما. يلا حسن انت ويوسف تكلفوا بالزواق. ها سكوتش يلا راهو داك الزواق لصقوه. شوفوا بلاصه فين تلصقوه هنا يلا جو. او يا سلام احنا سالينا داكشي مأنتك هو هذاك رومانسي زويون غزال. هادي ندير فيها غير الشكلاط داك ديال 4 دريال. مامو مامو دون الحليب دون مو الحليب. قد قد عطي الطبله هذه قول دوني مو الحليب دومينو الحليب. خوتي عطي الطبله هذه مالا تنسيني في 30 مليون ديال الكريدي تنسيني. صلاة وسلا على رسول الله. ما جايش معاك عريس فراسك جاي معايا كاردكور. هي كاردكور هي. المهم حاليا دابا طبلة واجده الكادو جبناه بقى غير بابي كادو باش نغلفوه كاملو. زائد واحد الحاجه بقاو لنا النفاخات وكلشي غيكون ناضي. دابا ابتسام راه ساهيه مع اختها صيفط لاختها ميساج سولتها قالت لي راه باقي ما معولاش كاع تخرج من الدار. قلت لها حاولي تشديها وكذا تحكي معاها وقول لها جي جلسي دير معايا كاسكروت وكذا باش نستغلوا حنا الوقت ما امكن ونقادو كلشي يجي زوين. مره اخرى كنشكر كاع الناس اللي باقي لدابا دازت يومين على الفيديو اللي لونسيت باقي لدابا. كلشي الناس كيصونوا عليا كلشي كيسولوا فينا كلشي كيسولوا في العائله ديالنا. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والله يجازيكم. المهم حنا راه مكملين وما يكون ان شاء الله غير الخير. زايا خوتي ها هي الحلوه العروسه والعريس هذاك انا وابتسام. عيد زواج سعيد. شكرا اختي كريمه صراحه حلوه واعره بزاف بزاف لو الديكور والمذاق اكيد يكون زوين. شتا خليوها تبرد. اه يا واش جيتي باش تريح؟ نوض قاعدون نوض نغلفوا الماكينه واش نوض 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 يلا يلا من الزاوية. هز اخويا الماكينه عبد بوحدك راه خفيف بس الله يلا سير يلا سير ثلاثة جوج
بغيتي نبرد عاوتاني ديك الساعه ضريت وبرنا هذا واش فراسكم فاش كبينا عليه الماء بقى 3 ايام وهو مريض عاونوا يوسف عاونوا مسكين ما قلت لا والو الله يسمح لك امين وكادلو العيان المهم هو اللي لقينا راه دابا وقيت الدور كلشي سهل لا استاذ لا معلم خوخ بزاف شوف غنديروا ديك اللعبه ديالها اوبا اي كتشوفوا العروسه واش دات فهمتوا دابا هاد اللعيبه هادي غنحطوها هنا في القنت حيت غنجيو سادين الابتسام عينيا من هادشي داخله من هنا وغتشوف لا طابل والزواق وداكشي غتبقى ساهيه شويه عاد ندورها لعند العروسه يلا ليتس جو الو ابتسام الو فينك خرجتي ولا مازال مازال انا في الدار ايوا يلا استربع نقول لك واحد الحاجه يلا راني وجدت لك مفاجاه يلا حلف بالله ديالاش المهم شي حاجه بسيطه غير على قد الحال شكرا دير واحد الحاجه قريبه شنو شنو كاين دابا شنو كاين هاد الايامات شنو جاي قريب شنو جاي قريب ايه الزواج لا ولكن باقي المهم انا قلت عندي لك مفاجاه صغيره قبل عيد زواجنا باش تكون لك مفاجاه يلا سير بيا جيا ملي تصلح هذا الباب صوني عليا يلا صافي يلا دابا نجي انا الكاميرا مازال ما بدلتها بالضر نجي واسر بي صافي غير نزرب يلا ولد البلاد زارو فينا المهم الخوت انا صافي انت خصنا نجبد دابا غنوجدوا حنا كلشي راه ديجا كلشي واجد غير نخبيو هاد الهيل ديك الجهه ونتسناو ابتسام A few moments later. Hello, Fink. Finuk. Wasn't he there, Bab? Wasn't he there, Bab? Yeah, Anish. But live the zero, Finuk. كاين الزيف نتاعها ناس زيدي زيدي سيدي انت دخلي في حيط زيد ها هو الحيط الاخر عندك تمشي عادي تمشي عادي ما تخافش وانت خايفه امشي برانك والله ما كنت نقفيك ما تخافش وقفي هنا بلاص وقفي ثلاثه شوفي لهاد الجيب جوج ابتسام عليك ندوبو نوري نوري كيزاك العالم بزاف وحق الله الا بزاف شو هادو شو الخويا هيا غتبكي عاوتاني هيا لا اصلا ملي قال لي مفاجاه اصلا توقعت تقدر ساعات تكونوا معاه نتوما والله الا توقعتها ولكن مفاجاه ولكن بزاف وحق الله الا بزاف عطيني الورد نعطيها الورد عطيني الورد هاك هاك المهم راه كريتو عند السيد تردو عليه شكرا راه كريم كريم واو جاتكم مفاجاه واعره اقسم لك بالله ثلاثه جوج واحد شنو هذا ما عرفتش شنو هذا هو البرانك هذا هو البرانك شنو باش كاين هذا هو البرانك دابا هذا هو البرانك هذا الشيء كامل هو البرانك ما تقولش ليا ما تقولش ليا بصح الله يرحم لك الوالدين شنو كتوقعي؟ ما تقولش لي الماكينه الله يرحم لك الوالدين قول لي الماكينه الماكينه ديال اش؟ الماكينه ديال الصابون صحيح ديال الماعي صحيح وغتعرفي شنو وهاب شويه ما عرفتش نفرح ولا نبكي وحق الله
ماكينه عاد شنو الحلم ديالي وحق الله الا شكرا قسم لي كامل دابا شنو لا لا ما عندي ليش كتصور كوني تهشمي البارح كنبكي وكنقول لهم قناه عايله واش كيبينا وحق الله الا شكرا المهم صافي كلشي ما ديرش حاجه بوسريه ديالك لا لا كنضحك على البلا باش طرف شوفي الماكينه راه شديتها غير كريم المهم مستحيل راه قديمه المهم قديمه يا غلط الله يستر بنتي الله يستر شكرا 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 بزاف سخفتي والله الا جاتني السخفه اقسم لك بالله بتحبوا مين تيسا حبيبتكم مين تيسا طب هي مين تيسا طب هي مين تيسا بتحبوا مين تيسا ماكينة شكرا والله كي جاك الكادو واعر طوب دو طوب شكرا انا نبقى نشكرك من هنا حتى كنت خسر الماكينه ونقولك جيب لي وحده اخرى المهم راه قديمه قديبه غرض ماشي مشكل هذه شديتها عند الخوادريه ديجا بغات تبيعها شي وحده اخرى المهم بين ما يسهل الله خدامه مقاده هو هذاك المهم كتصبر احسن منك انت المهم شكرا شكرا بزاف وكي جاك الديزاين اللي قادت بتي سائل واعر هادشي الديكور فن قاديتي انت معاها والطبله راه صافي شريناها هذه راه شديتها عند واحد السيد قديمه حتى هي هذه شريتيها ايه وي قلتي خاصك طبله ديال صالامونجي هذه ايه او ماي جاد ما تقولش ليا ربي شريتيها العار ضربها ولا شي حاجه راه مسكينه حتى لقات صرفقها واش ما شريتيهاش لا لا هذه ديال المزاوي جابها نقديو بها غلط ديالك جاتك انا ما كنعرف واش عندك هاد الدوله هادي غير واحد السيد عنده محل دار معنا الربط المزيان وخلاه لنا باش ندير لكم مفاجاه وكذا لعيبات ولكن جبت غير ربعه الكراسه وانت جوج بوحدك كديهم مالي انا غايضه بسم الله عليك يلاه جلسي جلسي باش نقطعوا الحلوه وداك الشيء وشوفي الحلوه قداتها كريمه واعره واو كريمه اصلا ما نشتهرش كريمه راه مبدعه اقسم لك بالله شو تبارك الله ودارتني انا وياك تما ما لقيتيش ما بقاش طالع عليك الدم من المشكل ديال البارح لا نسيت صافي نسيت داكشي اللي بغينا سي حسن لاباس اخويا كاين شي اكا ولا شي حاجه باش تقطع داكشي سنايبر انا ناكل الدرما صافي داكشي علاش جاي انت يلا ابتسام شوفي قطعها من الوسط داك النص نخليوه لينا ندوقوه هو داك النص زيد 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 شويه اه داكشي ديال الرومانسيه بحال هكا لا 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 انا نوكلك انا نوكلك انا نوكلك يا بسم الله المهم كاملنا تكرفصنا كاملنا تكشتنا اللي كيشوفني وبغى يجي بلاصتي هذا مرحبا بك هادو قال لك نعم سيدي غايديروا تحدي اكل الحلوى في 10 ثواني يلا 3 2 جو زيد بها علي ظاهره علي ظاهره ظاهره كتفرج زيد زيد انا غنشجع بطبيعه الحال يوسف يلا ظاهره يلا ظاهره ما ديرش والو والو ما غدير والو غتربحي وراه بحال شوف بالمهل كاين تكال بودنجان لا واه يلا بودنجان يلا واخا يكون بودنجان كيعطيك تسعد نداني شوف شوف زيدي 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 علي ظاهره يلا 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 الحلوه الحلوه ايه الحلوه الحلوه زيد زيد يوسف يلا يلا شوف شحال بقى الظاهره صرت 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 وقع لي صرت كيعمر القناه لا لا شوف ناري ما يمكنش ما يمكنش سيرفي 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 الظاهره سيرفي 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 كيحلف فيها سيرفي ظاهره واحد جوج
يلا صايرة يلا صايرة ما بقى والو ما بقى والو ما بقى والو لا ما تعاونيهاش او صح صايرة برافو وعندها مع الاختصارات زيدوا واحد تحدي اخر يشرب كاس المرادة يلا 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 إلهام وحسن مسابقة تكون غيشرب مرادة بالزربة يلا واحد جوج جو يلا 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 اشرب شوي دير زيد 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 ورا غاكاس علي حسن علي حسن للاسف خسرت يا إلهام يلا دابا نوبتي انا والمزاوي يلا انا والمزاوي اقترحوا علينا واحد التحدي اللي مسطي بزاف اللي هو خصنا نقولوا حرف 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 ودوك الحروف خصهم يكونوا بالفتحه نبدا انا بدا انت ك كتا كتلا كتلبا كتلبطا كتلبطسا 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 خسرتي وحده مازال محاوله اخرى ماشي مشكل يلا عاوتاني نبدا نبدا عاوتاني عاوتاني را رابا رباب شكون رباب ماشي مشكل ماشي مشكل هادي كريمه رباب كريمه غنعاودو اخر وحده واللي ربح راه ربح يلا با برا برادا برادتا برادتها برادتها حخا برادتها خاصة برادتها خاصة برادها تخاصة طرة خسرتي مغمض عيني زيد زيد جيبوا لنا واحد جوج ثلاثة يونس شنو هذا عيد ميلاد عيد ميلاد كناعس كيجي ناعس يلا بابا دير لايك برافو عليك ضرب ماما ابتسام كي جاك هذا النهار وكي جاتك مفاجأة نهار مبعد شوفو أنا ما قلتي لي قولي كلمة يلا قولي كلمة مفاجأة مفاجأة واعرة ما تبقاتهاش قال لك شي حاجة بسيطة شكرا للناس كاملين اللي ساهموا في هذه المفاجأة من الأستاذ اللي كرانا اللعيبة طبلة من حسن يوسف اللي هز معايا الثقل وظاهرة اللي ما دارت والو جات غير كتفرج وإلهام اللي قادت الإكسسوار كريمة اللي قادت الحلوى السيد اللي عطانا الورد صراحة شحال واحد ساهم معنا شكرا لكم كاملين شكرا بزاف يلا كملي شكتي كتقولي وما تنساوش لايك واشتركوا ما تطرق شكرا بزاف وفرحت بزاف 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 ومعمرني ننسى هاد المفاجأة خاصة للماكينة واللي عنده شي حوايج مسخين يجيبهم لي يصبنهم لي جوج دراهم للكيلو يلا كاملين تلا